مساء الليل. هنكمل مع بعض عندما يعشق الجن. ما تنساش انت بس اللايك للحلقات وتشترك في القنوات وتفعل الجرس وتلاقي فوق قائمة فيها كل الحلقات. كانت ملكة الجن قاعدة بتحكي للشاب اللي حصل وقالت له ان احنا وصلنا اخر مرة ان جلجامش قاعد يمشي ورا الشنفرة وفارس كان وراه، ولما بص جلجامش للشنفرة نزل على الارض بمسافة تقريبا 1000 قدم بعيد عن الشنفرة، وفارس نزل هو التاني كمان على مسافة 1000 قدم تقريبا. هنا وقف الشنفرة مرة واحدة وهو مكشر، فسألته عشتار في ايه؟ هنا بصله وقال لها جلجامش ورانا. هنا طبعا رف قلب عشتار لما قال لها الشنفرة، لكن لما سمعته بيقول لها انها دلوقتي هتشوف مين هو الاقوى، هنا حست ان في معركة بين جبلين هتبتدي دلوقتي، وساد الصمت شوية وكل واحد فيهم بيبص للتاني بغضب. في الوقت ده كان الاسد اللي عنده راس نسر وصل لفارس، وانطلق فارس للعربية وخرج منظاره من الحقيبة بتاعته وقعد يبص عشان يشوف ايه اللي وقف جلجامش الوقوف المفاجئ دوت، ما كانش عارف ان عشتار قدام. هنا جات لفارس رعشة كانت هتوقف قلبه لما الاول مرة شاف عشتار من اكتر من 5 سنين واقفة قدامه، كانت اجمل من قبل كده، وحس فارس بالخطر اللي كان قريب وكان هيحصل، لان عرف ان الجن اللي بجنب عشتار هو الشنفرة اللي بيطير بسرعة الضوء. كان عارف اكتر من جلجامش انه من الصعب التغلب على واحد بيطير بالسرعة ديت او بسرعة الضوء ديت. كان الشنفرة بيتمهل في هجومه بغرور واستهتار وكأنه مش عايز يتغلب على جلجامش من غير ما يديله فرصة ان هو يشن هجومه اولا عشان يثبت لعشتار انه الاقوى. في نفس الوقت كانت عشتار قاعدة بتستعطف الشنفرة وبتحاول تخليه يلغي مقاتلته لجلجامش لما قالت له عشتار ارجوك يا شنفرة ارجوك ما تقاتلش جلجامش، انا مش عايزة اخسركم انتوا الاتنين، انت قوي جدا وهو كذلك، عشان كده ارجوك يا شنفرة. لما قال لها الشنفرة المعركة بدأت بالفعل يا عشتار، وكمان جلجامش ما جاش هنا لوحده، في واحد وراه هيكون هجومي سريع وهموت الاتنين في وقت واحد. كان الشنفرة بيتكلم وهو بيبص لفارس وفارس بيبص له بالمنظار وشايف عينين الشنفرة متوجهة ناحيته، فعرف ان هجوم الشنفرة هيكون مزدوجا لما صرخ جلجامش صرخة عظيمة هزت المكان كله ومسك رمح الظلام وغرزه في الارض فساد الظلام في كل مكان، ورمى بسيف اللهب وسيف الرعد لفوق ومسك بسيف عين الذئب وقعد يعمل زوبعة عظيمة جدا بيكسوها الظلام والرعد واللهب وهو تحت في قلب الزوبعة. عرف فارس ان عليه التصرف بسرعة فمسك بسيف الريشة، لكنه فكر شوية ورجع السيف مكانه مرة تانية وانطلق للعربة واخرج منها الترس الالماسي من الشنطة بتاعته وحقن نفسه بابرتين من المهدئ اللي معاه وقعد على الارض موجه الترس بتاعه للامام وهو وراه كان ماسكه زي الدرع لما صرخ الشنفرة اخيرا صرخة قوية معلنا ان مهلة الاستعداد انتهت وانطلق بسرعته الرهيبة القوية. اخترق طبعا زوبعة جلجامش بقوة كبيرة جدا وكأنها ما اثرتش فيه، كان اختراقه للزوبعة قويا جدا جدا، ده خلى الزوبعة تنعكس على جلجامش بقوة كبيرة وقوة وسرعة شديدة جدا. ما كانش قدام جلجامش اي مجال للدفاع عن نفسه او تفادي الهجوم السريع الرهيب دوت. جلجامش ما كانش شاف اي حاجة قدامه، هو بس حس بضربة عظيمة وقوية جدا، ما كانش شايف الشنفرة من سرعته، كانت الضربة دي هي زوبعته اللي التفت عليه وسمرته
في الأرض وفتحت جراح بطنه مرة تانية. في نفس اللحظة دي كان الشنفرة بيكمل طريقه ناحية فارس. ما شافش فارس أي حاجة هو التاني ولا شاف أي شيء، لأن كان معتمد على نجاح خطته على كده إن محدش يشوف أو هو يشوف حاجة. كل ده حصل في عشر جزء من الثانية. بعد ما تعجاوز الشنفرة زوبعة جلجامش أحس بسرعته بتتباطأ بتدريج سريع، كل ما يطلع تتباطأ السرعة، وأحس بضوء أشعة جاما اللي بيحيط بيه بيتبدد، وحس بحرارة شديدة جدا. وفجأة ولع الشنفرة بالكامل ونجحت خطة فارس وفشلت خطة جلجامش. تغلب العقل على القوة. كانت خطة فارس بسيطة جدا، بتعتمد على فهمه للي بيحصل لما بيطير جسم كبير بسرعة الضوء زي الشنفرة دوت. هنا بتتكون هالة ضوئية من أشعة جاما حواليه، علشان كده استخدم الترس الألماسي اللي معاه زي مراية أدت لانعكاس الهالة الضوئية، مما أزاحها بنفس السرعة، وأدى دوت لاصطدام الشنفرة بالهواء واحتكاكه بشكل قوي وعنيف جدا، وده اللي خلاه ولع كله من النار. وقع الشنفرة على الأرض بشكل قوي وقعد يتدحرج بسرعة شديدة ناحية فارس لغاية ما وقع تحت رجلين فارس بالظبط، والنار انطفت من جسمه نتيجة تدحرجه في الأرض. أما فارس فكان هو التاني ممدد على الأرض، لأن الترس اللي معاه اتحطم، ترس الألماسي، واتفتت لقطع صغيرة جدا ارتطمت في صدر فارس، وأدى تفتت الترس الألماسي ده إن رمى فارس للورا وخلاه نايم على الأرض، وطار سيف الريشة عاليا لفوق ونزل قاعد شوية شوية فوق فارس وغطى فارس. مع ان فارس نجح في التصدي لهجوم الشنفرة، لكن النجاح دوت كان ليه تمنه، ما كانش بالسهل. كان الامر بالنسبة لعشتار اقل من طرفة عين، في اقل من ثانية كل ده حصل عشان تشوف الدمار في كل مكان. جريت عشتار ناحية جلجامش لما لقيته نايم على الارض واسلحته حواليه متناثرة وجسمه بتنتشر فيه ألسنة اللهب في كل مكان، والدماء بتفور من بطنه بشدة وبقوة، وخلفه تقريبا بألف قدم كان الشنفرة واقع على الأرض بيتصاعد الدخان منه. جريت ناحية جلجامش بسرعة وقعدت تدور حواليه وهي عمالة تبكي وتصرخ بشدة، مش عارفة هتعمل ايه ولا فاهمة هي ممكن تتصرف ازاي. لما قفزت عشتار فوق جلجامش عايزة تحضنه وعايزة في نفس الوقت انها تطفي النار اللي في جسمه بجسمها، حتى لو كان ده انتحار، حتى لو كان ده جنون الحب، لازم تنقذ حبيبها جلجامش. في اللحظة دي فتح جلجامش عينيه فجأة بشهقة عظيمة، فشاف عشتار بتقفز فوقه فرفع ايده بقوة. رفعت ايده دي ابعدت عشتار للوراء بعيد، وطارت عشتار في الجو وهي عارفة يقينا ان الموت اهون على جلجامش من انه يصيبها باي اذى او حتى يصيبها بخدش واحد. فعلا وضع جلجامش ايده على بطنه عشان يسد الجرح، ومسك سيف عين الذئب وقعد يهزه في الهواء، فعمل زوبعة تانية خلت عشتار معلقة في الهواء عشان ما تقعش، وقفز هو التاني في الزوبعة ناحية عشتار. تبددت الهالة الرعدية وألسنة اللهب بفعل التيار الهوائي القوي اللي موجود في الزوبعة. وصل جلجامش لعشتار ومسك بيها ووقع على الأرض بشهقة خلته يطلع الدم من بقه، كانت وقعة قوية وعشتار على صدره. وقفت عشتار من حجره بسرعة وقعدت تحط كفيها الاتنين على جراحه وهي بترتجف وتبكي في نفس الوقت. لما صرخت عشتار جلجامش الجرح عميق جدا المرة دي. هنا حس جلجامش ان الارض بتدور بيه، كان لسه حاطط ايده على جرحه وايده التانية كان حاططها على خد عشتار، وهو بيحاول ان يكفف دموعها او يجففها قبل ما يدخل في موجة الهزيان وسكن
كل شيء، وبدأ جلجامش يقول هو بيخور في دمه وهو مبتسم وكأنه فعلا بدأ يخرف في الكلام. متقلقيش يا عشتار، المهم انك بخير. وبدأ يقفل عينيه وهو بيبتسم، وبدأت ايده تخف عن جرحه والدم يطلع. لما صرخت عشتار في جلجامش صرخة قوية وقالت له: ما تنامش يا جلجامش، ما تنامش، انت مش الجن اللي بيستسلم، انت مش جن عادي، انت ملك الجن ومن نسلك امير الظلام. لو انت قفلت عينيك يا جلجامش هينتهي كل حاجة. فتح جلجامش عينيه مرة تانية وقعد يبص في عينين عشتار وكأنه بيستمد القوة من العينين ديت. كان بيبص وهو بيستوعب او بيحاول يستوعب اللي بيجرى حواليه. كل حاجة حواليه كانت مش واضحة، كل شيء كان غريب عليه غير عينين عشتار بس اللي كان شايفها، وكأنه بيشوف صورتها متركزة بس قدامه، غير كده عينيه متشوشة وعشتار لسه بضغطة على الجرح اللي في بطنه. وبدأت شوية شوية تتضح ملامح الدنيا في عيون جلجامش وهو عمال يلهس وينفس الدم، وعشتار بتضغط بقوة وغضب على جرحه. كانت بتغضب عشان يغضب جلجامش، هي عارفة جلجامش لما بيغضب بيعمل ايه، لان عارفة انه لما بيغضب جلجامش مش هيموت حتى لو بقى منه راسه بس. جلجامش قوي فعلا، عض جلجامش على شفايفه وهو بيتألم بشدة وبدأ يقف كالشجرة وبتقف تاني بعد سقوطها. حاولت عشتار انها تمنعه لكن حط كفه على كتفها الرقيق ووقف بشموخ كملك الجن، وضغط جلجامش على جرحه بقوة عظيمة ومسك سيف اللهب وقعد يكوي الجرح مرة تانية وتوقف النزيف. ونزل جلجامش على ركبه وهو لسه ماسك كتف عشتار وهو بيقول لها وهو مبتسم: ازاي انا ممكن اموت واسيبك لوحدك هنا؟ ما تقلقيش، انا بس برتاح، ما تخافيش، بس شوف لنا مكان امن، انا محتاج ان انا انام يا عشتار. وقفل جلجامش عينيه بشموخ بعد ما سند على صخرة كبيرة ونام. هنا قامت عشتار بقطع قطعة من السب بتاعها ولفت بيه جرح جلجامش بصعوبة ووقفت وقعدت تجري ناحية الشنفرة. كان الشنفرة متسمر في الأرض وأثار الحروق مالية جسمه كله، ووضعت عشتار رأسها على الشنفرة وأحست براحة لما اكتشفت إنه لسه حي بيتنفس. فجأة انقض عليها الأسد اللي راسه راس النسر عايز ياكل شعرها أو ياكل دماغها. صرخت عشتار خوفا من الوحش الضخم المرعب ده اللي كانت أول مرة تشوفه، لكن لما عينيه بص في عينيها عشقها هو التاني وبدأ يتصرف كأنه جرو وديع. استغربت عشتار من الأسد المرعب دوت اللي كان مربوط في عربانة صغيرة وقعد تسأل وإيه اللي جابه هنا. افتكرت عشتار ان الشنفرة قال لها ان في واحد تاني ورا جلجامش. قعدت تتفحص المكان بحذر يمين وشمال بعينيها لكن ما شافتش حد، لان كان فارس مغمى عليه هو التاني وسيف الريشة مغطيه فما كانش باين منه حاجة، وكان بعيد عن عشتار والشنفرة بمسافة. وقفت عشتار وقعدت تتفحص وتدور في العربية ديت، لقيت فيها شنطة سودة كبيرة وكيس كبير مليان بالشعر. هنا عشتار أصابتها الحيرة لكن ما كانش عندها وقت عشان تحتار أو تفكر أكتر من كده. حاولت عشتار تسحب الشنفرة وإنها تحطه في العربية بعد ما قامت بتضميد حروقه بشوية كده، لكنها ما قدرتش لأنه كان تقيل وكان فعلا تقيل جدا عليها. هنا عشتار راحت للأسد وفكته عن العربية دي وقعدت تشاور له انه يسحب الشنفرة، وفعلا راح الأسد ومسك الشنفرة بمنقاره وطلعت عشتار على العربية وقعدت تشاور للأسد. فهم الأسد قصد عشتار ايه فرمى الشنفرة فوق العربية وتمدد جسمه. هنا راحت عشتار وربطت الأسد في العربية مرة تانية وخدت العربية ناحية جلجامش بسرعة شديدة، لكن
ما انتبهتش الفارس كعادتها، انقذت جلجامش والشنفرة وما انقذتش فارس. غير كده كمان انها خدت عربية فارس ورحلت بيها والشنفرة وجلجامش عليها، وبقى فارس وحيد زي ما كان وحيد طول عمره. فعلا وصلت عشتار لجلجامش وحطته في العربية بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم رحلت عن المكان، وفارس لسه بينزف تحت سيف الريشة وهو مغمى عليه. بعد فترة فاق فارس عشان يلاقي سيف الريشة فوقيه مغطيه. زاح السيف بإيده، قعد يتفحص صدره، فلقاه مليان بشظايا الألماس والدم بينزف من كل مكان، والألم في صدره تقريبا هيوقف نفسه. حاول إنه يقف عشان يجيب حاجة من شنطته، لكنه تفاجئ إن العربية مش هنا، وبرضه جلجامش وعشتار والجن التاني اللي اسمه شنفرة، مفيش حد. حس فارس بالقلق على عشتار وقعد يتساءل يا ترى مين انتصر في المعركة دي، وايه كان مصير عشتار؟ ان كان جلجامش قد انتصر وده شيء بعيد الاحتمال، فاكيد انه هيرجع لقلعته ويعلق الشنفرة في المكان دوت بعد قتله. اما اذا كان الشنفرة هو من انتصر في هذه المعركة، طب جلجامش فين او جثته فين؟ اكيد في حاجة حصلت. مسك فارس بسيف الريشة وقعد خلع منه الشعرة من شعيرات الريشة، وكانت زي الحربة الصغيرة، وقعد يخلع الشظايا الماسية واحدة بعد التانية، وكل ما قال خلع الشظية احس انه بيخلع معاها روحه. كان فارس بيبص للشظايا الالماس المتناثرة تحت قدميه وهو بيحس ان الحياة ديت رخيصة جدا، احجار الماس بيشيلها وبيرميها تحت رجليه، كل ده عشان عشتار. ووقف فارس اخيرا بعد ما نفض ما تبقى من شظايا الالماس، وقعد يدور في المكان ويتفحصه كويس جدا. راح للمكان اللي وقع فيه الشنفرة ولقى اثار دمائه، قعد يتتبع اثار الدماء فلقى انها بتتجه لمكان بدت اثار العجلات مغروزة فيه، وهنا قاعد يقول باين ان حد حط الشنفرة في العربية واتجه للمكان اللي كان جلجامش واقف فيه قبل كده، وشاف نفس الحاجة ونفس العلامات. لما قال يبقى اكيد تم وضع كل من جلجامش والشنفرة في عربيتي، ما كانش موجود في المكان ده غير احنا الاربعة بس، انا الشنفرة جلجامش عشتار، احنا الاربعة بس اللي كنا موجودين. يا ترى هل كانت عشتار اللي حط جلجامش والشنفرة في عربيتي ومشيهم بيهم، او ايه اللي حصل؟ وقف فارس وقرر انه يتبع اثر العجلات عشان يحصل على اجابة لكل تساؤلاته اللي فاتت ديت، وحط سيفه وراء ظهره ومشى وراء اثار العجلات لغاية ما وصل لواد صخري اختفت فيه اثار العجلات. وقف فارس في بطن الوادي والحيرة بتسيطر على عقله، كان هيتجنن مش عارف ايه اللي حصل. مهما كان الواحد ذكي في الحب فكلنا اغبياء، ده كلامه. مسك فارس بسيف الريشة وضرب بيه على الارض فانطلق طائرا عاليا في السماء، وقعد يدور عن العربية وعشتار لكن ملقاش اي اثر ليهم. نزل فارس للوادي مرة تانية وقعد بجنب صخرة كبيرة بيفكر، ان كانت عشتار هي اللي خد العربية فده يعني انها هنا بمحض ارادتها، لانها قامت بمساعدة جلجامش وفي نفس الوقت ساعدت الجن التاني اللي اسمه شنفرة. او اذا كانت هنا او ما كانتش هنا، طب مين اللي اخد العربية؟ طب وهي عشتار راحت فين؟ قاعد يقول طب ما ممكن يكون حد ما قام بسرقة العربة ومساعدة جلجامش والشنفرة واختطف عشتار ايضا، وقال ده اكيد ده هو ده اللي حصل، فازاي هتقدر عشتار انها تشيل جلجامش والشنفرة في العربية، غير ان الاسد ذو رأس النسر هيهجم عليهم اكيد وعليها هي بالذات عشان يأكل شعرها.
اللي ما كانش يعرفه فارس ان السحر اللي في عينين عشتار قوي جدا. وبعد ما قامت عشتار بوضع جلجامش والشنفرة في العربية بتاعته مشت بيهم بعيدا عن المكان المعركة، فلا شك ان المكان خطير جدا انها تفضل موجودة فيه، واللي جرى ما بين جلجامش والشنفرة اكيد هيلفت الانتباه، ممكن يجي حد تاني من الجن لهنا وهي مش عارفة اللي هيجي ده هيكون صديق او عدو. فكرت عشتار هي تروح فين، فهي ما تعرفش طريق العودة للقلعة اصلا، وقعدت تفكر ان ازاي هتمشي في ارض الجن وهي وحيدة ومعاها 2 جرحى بيسعى كل من في ارض الجن لقتلهم هما الاتنين. فكرت عشتار وفكرت وفكرت هتروح فين. هنا افتكرت اللي قاله لها الشنفرة عن الطريق اللي هما مشيوا فيه من الجزيرة لهنا والمغارة الموجودة في الغابة السوداء، فقررت انها تروح للغابة وقالت يمكن تلاقي المغارة ديت ويمكن هناك يكون في حل تاني، لكن بقائها هنا هي ممكن يجيب لها مشاكل كتيرة. وقالت ان هي وهي ماشية اللي هتصادف في الطريق مش هيعمل فرق كبير، لكن بقائها هنا اخطر ولا شك من اي حاجة تانية. وفعلا مشت عشتار بالعربية وانتبهت ان العربة بتسيب اثار على الارض، فمشيت ناحية وادي صخري عشان تخفي اثار العربية ديت، ومشيت لغاية ما وصلت لنهر وانزلت الاسد والعربة في النهر وقعدت تمشي مع الطيار. قوة الاسد ساعدتها في المشي في النهر، كان قوي جدا وكان الاسد بيمشي بسهولة، وكل ما خرجت ليها جنية من جنيات النهر بسرعة الأسد يتجه ليها ويقتلها ويأكل شعرها. الأمر ده كان غريب بالنسبة لعشتار، لكن لما فتشت في الحاجات الموجودة في العربية فهمت الغرض من وجود الكيس المليان بالشعر عندها وعرفت ان هو ده أكله. هنا فتحت عشتار الشنطة مرة تانية وأخدت تدور في الحاجات اللي موجودة جوه الشنطة ديت، عايزة تعرف فيها ايه، أحجار مغناطيس، خنجر، منظار مكبر اللي هو اللي بيقرب دوت، حبل، شبكة صيد، إبر أو حقن، حاجات تانية لقيتها جوه الشنطة واللي جواها دوت بيدل على إن صاحبها إنسي ومش جن، باين إن هو اللي كان ورا جلجامش، لكن هو مين وراح فين وايه هي قصته؟ كل دي اسئلة في دماغ عشتار وهي بتكمل المسير لغاية ما وصلت لمكان على يمين النهر، كانت غابة سودة وعلى شمالها صحراء لونها احمر وباين من لون السراب فيها احمر واضح. اتجهت عشتار ناحية الغابة السودة، لكن فجأة شافت على ضفة النهر جن اسود ضخم جدا وشعره كله والع ألسنة لهب، كان جالس القرفصاء في انتظارها على اليابسة. كان الجن مخيف جدا جدا وفي ايده فاس عملاق. هنا وقفت عشتار وقعدت تراقب الجن دوت المخيف بصمت، وهو التاني كان قاعد على اليابسة بينتظرها بابتسامة خبيثة وبيبصلها. وقعدت تفكر ان الجن دوت مش هيخليها تقدر تنزل المية اساسا، هي خايفة وقعدت تسأل نفسها طب لغاية امتى هيفضل يراقب كده. هنا بصت عشتار للضفة التانية فتفاجئت بحاجة تانية، جنية راسها راس نعجة حمراء وجسمها زي جسم العقرب ولونها بني غامق وكان اسمها الحرور، وباين ان الاثنين دول ما يقدروش ينزلوا للمية، هما الاتنين قاعدين بس على الشط، لكن في نفس الوقت عشتار ما تقدرش تفضل موجودة في المية على طول لان الشلال بقى قريب منها لانها كانت في نهاية النهر، وبقى التيار قوي جدا وبالعافية كان الاسد بيقدر يمشي ويتوازن ويقف في مكانه وما كانش يقدر يرجع تاني بالحمولة اللي معاه ديت عكس التيار. كل دي اسئلة كانت في دماغها لما صرخت الجنية بعشتار وقالت لها تعاليلي انا مش عايزة اذيك ولا اي حاجة، انا بس عايزة الشنفرة، سلمي ليا وهخليك تمشي في سلام. هنا بصت عشتار للجنية بخوف اكتر،
فيما اكتفى الجن الاسود الثاني بالصمت والابتسام والنظرات بس. لما صرخت الجنية مرة تانية عليها وقالت لها انا الحرور، قريبا هيكون عليك الاختيار، اما الشنفرة او جلجامش. انا حسابي مع الشنفرة، وذلك الجني الاسود العملاق يريد قتل جلجامش، عليك انت الاختيار يا عشتار، اما الشنفرة او جلجامش. لو جتيلي اعدك اني ساقتل الشنفرة فقط، لكن ان ذهبتي للجني الاسود سيقتلكم جميعا. كانت عشتار متسمرة مكانها وكأنها مش عايزة تسمع اللي سمعته ده، ومش عارفة ترد على الجنية تقول لها ايه. لما فجأة بدأ الجني الاسود ده يرمي الخشب ناحية عشتار، استخبت عشتار جوه العربية بين جلجامش والشنفرة، كان بيرمي عليها قطع الخشب الكبيرة، وكانوا الاتنين فاقدين الوعد، وباين ان مفيش حد منهم اصلا عارف ايه اللي بيحصل برا او الوضع الحرج اللي هم فيه دوت. قعدت عشتار تفكر في حل هتعمل ايه، وفجأة بدأت العربية تتهز وتتجه ناحية الشلال. كانت الاخشاب اللي عمال يرميها الجني ده بتستقر وراء العربية فوتساهم في دفعها ناحية الشلال، وكأنه بيجبرها على اتخاذ قرارها بسرعة وما بيسيبلهاش اي مجال للتفكير، يا الشنفرة يا جلجامش. في الوقت ده كان فارس لسه في الوادي بيفكر في الطريق اللي هيمشي فيه عشان يدور على عشتار، ما مش عارف هيمشي فين. وفجأة سمع صوت قوي جدا وراه جاي من بعيد، وكان مصحوب باهتزاز ارضي. التفت عشان يشوف وراه شجرة عملاقة عظيمة بتتحرك باتجاهه. انتفض فارس بسيفه وطار لفوق بيحلق حوالين الشجرة دي. بدأ فارس صغير جدا قدام الشجرة العملاقة ديت، وبدت الشجرة وكأنها مخلوق له حس، وكانت بتهمهم وهي ماشية بغضب، كان باين عليها الغضب لأنها كانت ماشية وبتدمر كل حاجة بتمر بيها. ووصلت الشجرة ناحية فارس ورمت ناحية فارس غصن عايزة تمسك بيه. تفادى فارس الغصن الكبير دوت بخفة وسهولة، ومسك سيفه سيف الريشة وضرب به الجزع وقطعه. سقط الجزع او الغصن دوت وقعد يهوي الى الارض، لكن ارتد مرة تانية والتصق بالشجرة. كان بين الغصن والشجرة مطاط بيجذبوا اليها، واتجه فارس لبطن الشجرة ورفع سيفه فتمدد وبقى طويل جدا، وضرب بطن الشجرة ضربة قوية جدا فانقسمت لنصين، لكن مرة تانية رجعت كما كانت بفعل المطاط. هنا قعدت الشجرة تضحك بصوت عالي، وفجأة وجهت هجوم قوي لفارس. كانت الأغصان كلها بتتجه لفارس من كل جهة ومن كل ناحية. قعد فارس بيطلق الشعيرات اللي هي موجودة في عظم الريشة على الأغصان في كل جهة، وكانت بتتكسر وتتقطع، لكنها كانت تلتصق مرة تانية ببعضها البعض بفعل المطاط، لغاية ما أحاطت كلها بفارس، وبدا فارس كحشرة حبيسة في شباك عنكبوت. رفعت الشجرة فارس قدامها وعادت تضحك بصوت عالي مرة تانية. الشجرة دي كانت السعلاة، السعلاة اللي حبستها عشتار في شجرة المطاط هيفا عشان تتخلص منها وتنقذ جاور. قدرت السعلاة السيطرة على هيفا والاستحواذ عليها وخلتها تتحرك بأمرها، وهي دلوقتي بتتجه ناحية عشتار عشان تنتقم. كلمت الشجرة لفارس وقالت له انت مين بتعمل ايه هنا؟ في الوقت ده كان فارس ملتصق في أغصان الشجرة بفعل المطاط، وهو بيراقب سيف الريشة وهو بيقع ناحية الأرض، وكان حاسس بالخوف والرعب. حاول فارس ان يجذب سيف الريشة لكنه كان مقيد وملتصق في الشجرة بفعل المطاط. همهمت الشجرة مرة تانية وصرخت في وشه في وش فارس بقوة كبيرة ورمت بيه في جوفها. في الوقت دوت كان جاور
جه بوفد لقلعة جلجامش مرة تانية عشان يشوف ايه اللي حصل معاه بعد ما قام بتأمين قلعته. دخل جاور القلعة وتقابل مع فوصم وقعدوا الاتنين بيتبحثوا في الامر. هنا ابدأ جاور استنكاره للي عمله جلجامش وقال ان ده مش الوقت المناسب ان جلجامش يسيب قلعته في الظروف اللي احنا فيها ديت وانه يروح يدور عن الانسية عشتار في ظل الظروف ديت. لكن فوصم رد عليه وقال له تلاش يا جاور قلعتنا محصنة فلا تقلق. هنا رد عليه وقال له مقلقش ازاي وانت شفت قوة تحصينها قدامك حصل ايه لما الشنفرة هجم علينا. على اي حال جلجامش بيخاطر بحياته وحياة كل اهل قبيلته بتهوره زي اللي المرة اللي فاتت. لازم عليه ان يكون هنا في ظروف زي كده. لما رد عليه وقال له واضح انك ما تعرفش جلجامش كويس لازم تعرفه اكتر من كده. وتهزم الامر بينهم في النقاش. وفي اللحظة دي سكتت ملكة الجن عن الكلام فسألها الشاب كمليلي. فضحكت وقالت له الفجر بدأ ينزل. قال لها طيب هو لسه كتير. فابتسمت وقالت له المرة ده انا مش عايزاك تستعجل ومش عايزاك تحكم على الامور لانك هتتفاجئ قدام بحاجات تقلب المواضيع كلها. وسابته ومشيت. لغاية هنا انا خلصت الجزء ده. اتمنى تسيبولي تعليقاتكم تحت وارائكم ومقترحاتكم تحت. متنسوش اللايك للحلقة لو عجبتكم والاشتراك في القنوات كلها. شكرا لكم. مع السلامة.